الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. يكون الطقس في العاصمة عمان خلال فترة الإفطار صافي مع 30 درجة مئوية الملموسة 28، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. أما بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لنهار اليوم في باقي مناطق المملكة، تبقى المملكة تتأثر بالموجة الحارة وبالتالي أجواء حارة بشكل لافت. إربد تسجل 37 درجة مئوية إلى 23، المفرق 37 إلى 23، جرش 36 إلى 22، وعجلون 35 إلى 21. المنطقة الوسطى الزرقاء 38 إلى 23، البلقاء 38 إلى 25، مادبس 36 إلى 23، عمان 35 إلى 24، والبحر الميت 43 إلى 29. المنطقة الجنوبية الكرك تفرق لبعض الغيوم العالية 33 عفوا إلى 22، الطفيلة 35 إلى 25، معان 35 إلى 23، الشوبك 34 إلى 23، والعقبة 41 إلى 29. المنطقة الشرقية الأزرق 40 إلى 26، الصفاوي 39 إلى 23، المرويشي 39 إلى 22. إلى اللقاء.